جل وعلا مع القارئ إبراهيم المصري من مدرسة صفاتبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلبي غنى للنجحين غنوة حلوة وغنوتين مبروك النجاح. في هذا اليوم نضع حجر الأساس لإعادة بناء مدرسة جمال عبد الناصر، هي أحد المدارس الأربعة التي دمرت خلال الحرب الأخيرة. هذا المشروع يتضمن إعادة بناء المدارس الأربعة. ستكون مدرسة جمال عبد الناصر هي نموذج للمدرسة صديقة الطفل، معنى ذلك أن هذه المدرسة من خلال الأبنية والأثاث والإمكانات ستتوفر فيها كل إمكانات المدرسة التي يمكن أن تقدم أنشطة الطالب المختلفة. شهادة هنعمل الستار اول بعديها بالنسبة لنا هذا مشروع جدا مهم، هو مشروع بدعم من صندوق قطر للتنمية والفاخورة وبالتعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف. إحنا كبرنامج أمم متحدة إنمائي نقوم بتنفيذ المشروع، وهذا المشروع واليوم أهميته إنه هو عملية إطلاق إنشاء أول مدرسة صديقة للطفل في قطاع غزة اللي هي مدرسة جمال عبد الناصر. بالنسبة لنا إحنا الحق في التعليم هو حق أساسي وهذا اسم المشروع، نركز على أن أساس التنمية البشرية المستدامة هو الإنسان، فيسعى هذا المشروع لتحقيق بيئة ممكنة للإنسان، إعطاء القدرات وإعطاء الفرص. خلاص.